هانتوما ها البلا ديالنا وجدات، زادت قصة طفيت عليها الفران، تحلت بشوية على خاطرها، هانتوما تبارك الله، هاهي وقع هادي قصتها بطرشون الكوزينة تفتات، شفتي دايرة مفتتة بحال كتولي بحال السميدة، زوينة زوينة وكتجي ساهلة في المقادير وسهلة في الخدمة وفي كل شيء. كما شوفوا كتجي مجعبه وكتجي فتيه فتيه فتيه. كن حنا على كانت جلست في الفران، ودابا حيت جلست في الفران انتما خصنا نقصوا الفران باش كتجي زوينه وكبيره تبارك الله. انا عزيز عليا هكا همويه كنجلسو المقادير قليله والوقت ما كديناش الوقت بزاف وما كتديناش الخدمه زعما يعني ما عندناش ما كديرش ما كنضيعو فيها الوقت بزاف، ما كتاخذنا المقادير بزاف، ما غتخلينا بلاش ديما طبيلتنا كتكون عامره. كنحطو التفصيل كيف ما هكا، هذه تهرسات نخليها من بعد نشرب بها اتاي انا. هانتوما شوفوا ايوا جاوبوني وقولوا لي هذا البهلاوه، هذه البهله دابا اقتصاديه، انا ما عاطياش واحد القيمه للخدمه، هي اقتصاديه هذه وبغيت نبينها نشاركها مع بنياتي، ولكن سمحوا لي ما شاركتش معكم العجينه ديالها. ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله كتبوا لي في كومونتير ولا كنتو باغيين عندكم الغرض بها. هذه حتى هي لصقاتها هي تهرسات، كي تهرسات ما عندنا ما نديرو، ما نديرهاش في الطبصيل، شفتو كي كنخليها تبرد في الفران راه كنلقاو معاها مشكل. هي ملي كتبرد كدي تفكع بحال هكا كتولي زوينه. غادي نقطع عليكم تنعمر التفصيل ان شاء الله ونتلاقى معاكم. ايوا هانتوما تفصيلنا عامر عامر تفصيلنا، ها هو التفصيل عامر تبارك الله. هادو تهرسو، غادي نشرب بهم اتاي دابا ان شاء الله. هانتوما تسمعو معايا التقاويج ديالها، نشرب اتاي دابا نبي هادي وين يا دات راهي حاطه حدايا. ما شهيتكم هيا طاوله اخرى مازاله اقتصاديه وسهله وزوينه وشهية طيبة. أو دابا نتوما موالين الخير، كنا كنديرو القطايبات، كنديرو القطايبات بحال هكا، شوية ديال الضو، هاد الشوية هادي زوينة، نصحكم بيها زوينة، اللي ما عندهاش تشريها، أنا طلبتها من الفيسبوك وجاتني، وزوينة، هرست لي هاديك ديالها. وهاني عوضتها على بلاطه ديال الفران كندير فيها مويه وكنحط شويه عليها وكنقضيو غراض. المهم كنوري لبنياتي الى تهرست لكم هذيك الجبانه ديالها ما ترميوهاش، ها نتوما ديبانيوها بداك اللاطه ديال الفران وصافي. وكنديرو الخطابات ديالنا وبريد ديال اتاي ديالنا وكنحطو البهلايا غادي تبرد الخطاطه هي. ايوا صافي نتوما موالين الخير، الشهية طيبة، كنتمنى لكم التوفيق، يعطي الشهية طيبة وصحيحة والعافية، وهذا ما كان، المهم هاد الشواية كاينة شحال من وحدة،
الا خربطات لكم ولا شي حاجه داك الجبانه ديالها ما ترميوهاش، خليوها وديروا لاطه ديال الفران، هاد الطاوه ديال الفران ديروا فيها مويه حتى هي بحال اللي كنديروا الجبانه ديالها. وطلبتها من الفيسبوك جات الله يعمرها سبعه، زوينه زوينه بحال اللي كتشوي على الفاخر. وبالنسبه للموالي الخارج مساكن داكشي ما كيديروش الفاخر، هادي هي اللي تصلح لهم. وش هي طيبه تبارك الله عليكم، ما شهيتكم والله الا كديروا واحد القطره ديال الزيت فيها نسيت ما قلتكمش، وكتجي بحال ريحه الفاخر. ها انتم دابا الفاخر ما بقاش، دابا حنا في المغرب ما بقاش صالحنا، صحه ما بقاش والضيق ولينا تحنا بحال بحال اوروبا، حنا ما بقى حد يبغي تمارة. هادي غريبة البهلة، سمحوا لي ما شاركتهاش معكم في العجينة دابا. المهم اش غادي نقول لكم، عجباتني وبغيت نشاركها مع اخوتي وخواتاتي، ساهله ماهله ما فيها لا تعب ولا شقة. البهلة كيقول لك ما نديروهاش في الفران ديال الدار كتجي ما مشقوقاش، كيفاش غريبة البهلة ما كتجيناش ما كتسخرش كتطلعش، وساهلة في المقادير سهلة في الشغال سهلة. انا جلست واحد شويه دابا نشارك معكم العجينه تبارك الله. انا حطيت تبارك الله هما جوج لاطات، غادي يحطوا لي تبصل قدو قداش، توكلي ضيافك وحبابك وعائلتك وطبلتك ديما تكون عامره وما فيهاش تمر بزاف، ما فيهاش شقه بزاف، ما فيها والو. هذه كندير فيها نص كيلو ديال الكاوكاو ولا نص كيلو ديال اللوز على حسب الامكانيات. كنجيبو كنحمصو شويه في الفران، كيتحمر شويه في الفران، كنحيدو منو داك القشره، كنحيدو منو داك القشره شويه كتخفاف، وكنطحنوه كنديروه في القصعه اولا بانيو ديال الكوزينه. وكنجيبو على داك الطاسه ديال الزبده الكبيره ديال 320، كنحيدو منها شويه ما كنديروهاش كامله، كنديروا الزلافه ديال الزيت، الزلافه ديال الزبده، وكنديرهم في الكاس ديال المونينيكس. بعد ما كنديرهم في الكاس ديال المونينيكس كنطحنوهم، وقبيصه ديال الملحه خلاص ديما هذه كتكون في اي حاجه بغيتوا ديروها تستعملوها ديما قبيصه ديال الملح. ومن بعد كنديروا داك القبصه ديال الملح كنطحنوه بالمونينيكس. سمحوا لي نشوف واش تحمرت بعدها، نشوف هذيك اللي لتحت مازال خصها شويه حيت حليت الفران عليها، راني كنصور معاكم، راه ما خصنيش نحل عليها الفران، ولكن ما عندي ما ندير حيت ما صورتش معاكم في الاول وبقى فيا الحل، دابا انا كنصور معاكم صافي. وكنخلطوها وكنبداو نكركبو، ما كندلكو ما كنضربو لا تمر، كنبداو نكركبو بحال هكا. غير مول الكريكبات يكونوا كبار شويه باش كتفكع وتاخذ راحتها هي في هذا داك الصغيوره، راه ما كتفكعش مزيان. ايوا صافي، من بعد ما طيب غادي نتلاقى معكم ان شاء الله. دابا نسد عليها الفران شويه. ها انتما كيف ما شفتوا دابا هي مفكعه زوينه. انا كنجرات الفران عندي كي ما كيطيبش هاد الجنيبات هادو، كنحمرهم بحال هكا وصافي. دابا هادي هي عاوتاني اللي كانت لتحت طلعتها الفوق، هانتوما شوفو كلها مفكعة اللهم بارك. دابا غادي نطفي عليها الفران وغادي نخليها هانتوما شوفو تبارك الله كلها، وساهلة غادي نعجنها قدامكم وغادي تشوفوها ساهلة أي بنت ديرها. دابا غادي نطفي عليها الفران، نخليها يبرد عليها الفران شوية عاد نحيدها. هانتوما شوفو العافية ديال الفران، غادي نطفي عليها الفران دابا. هاهو الفران طفى، نخليها طفى واحد شويه عاد نعاود نحيدها.